بالنسبه للعجين غادي تصايبوا العجين ديال المسمن اللي كتصايبوا دائما بالطريقه ديالكم بالدقيق ديالكم اللي كديروا. انا غادي ندير غير نص كيلو لان ما درتش الحشوه كبيره. نص كيلو انا خلطت درت نص كيلو درت ربعه ديال الفينو وربعه الاخرى قسمتها ما بين السميده وما بين الدقيق العادي الفورس خلطتهم كاملين. عندي معلقه صغيره ديال السكر الملح على حسب القياس كل واحد. غندير فيها شويه ديال الخميره ما كاملاش نص معلقه صغيره واخا هو مسمن غندير فيه شويه الخميره لان غادي نديروا له الحشوه باش يتنفخ يجي زوين. غادي ندير كذلك نص معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. نحرك هذا الشيء. عندي معلقه ديال الزيت معلقه صغيره ديال الزيت والماء. غادي نخلي العجين رطب كيف كنقول لكم انا كنعجن وكنحبس وكنعاود نعجن عاود نحبس نخليها ترخى. انا بقيت كنزيد الماء حتى ولات عندي العجينه بحال هكا مطلوقه. غادي نزيد نضربها شويه وغادي نطفي عليها ونخليها تشرب الماء. انا كما قلت لكم السميده كتشرب الماء. نخليها تشرب شويه واحد 3 دقائق ونرجع عاود نعجن عليها عاود كنخليها تزيد تعلق مزيان. دائما يكون العجين هكا مطلوقه باش كيجي المسمن فتي وزوين ومحلول ما تكونش قاصحه. بالنسبه للحشوه غادي نديرو حشوه عاديه اللي كنديروها بالكفته والبصله وفلفله. تقدروا ديروا فلفله حمراء تقدروا ديروا بصله الخضراء اللي يعجبكم. العطريه غادي نكتفي غير بالبزار والملح شويه الكمون شويه الحار شويه ديال الثومه بودره بلا ما ديروا القزبر المعنوس ماشي ضروري. اولا غادي نصوطي هاد البصله بصله وفلفله غادي نصوطيهم في الزيت زيت العود شويه عاد نزيد الكفته عاد ندير العطريه. كيف قلت انا غادي نقلي البصله والفلفله شويه. دابا غادي نزيد الكفته مع التحريك نديرو العطريه نبقاو نحركوها ونحاولوا نضغطوها هكا على الكفته باش ما تجمعش لينا. خاصها تجي كلها مفرسته. دابا ها هي طابت شفتي كيفاش خاصها تجي بحال هكا مفرسته ما تجيش مجموعه من الكفته فشي بلاصه. اول حاجه نصايبوها هي الحشوه باش نخليوها تبرد عاد نوجدوا العجين ديالنا. صافي بارك عليها. دابا غادي نحيدها من هنا واخا تبان لكم هكا خفيفه مزيانه. احسن عجينه ديال المسمن خاصها تكون بحال هكايا ما تكونش شاده راسها بزاف. جربوها وغادي تردوا عليا. كتساعد المسمن باش كيتحل كيجي زوين. انا غير غادي نجمعها نديها ونجيبها شويه هكذا. غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. من بعد ما ارتاحت لينا العجين نحيدوا هاد الدقيق غادي نديرو كويرات الملاوي غادي نديرو الزيت ديروهم كلهم نفس القياس. بغيتو ديرو كبار ديرو كبار بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار. انا غادي نديرهم متوسطين. غادي نكورهم هكايا نحطهم يزيدو عاود مره اخرى يرتاحو هما هكاك. شويه كيف قلت بغيتهم يجيو كلهم قد قد هذا القياس مزوين. هذه غير 500 غرام كيلو ديال الدقيق خرج لينا هذا الشيء كامل.
تعرفوا بان العجينه ديال المسمن كتعطي بزاف. انا خرجت 8 ديال المسمنات، يعني هذاك نص كيلو ديال الدقيق عطاني 8 نفس القياس. غادي نخليهم عاود نغطيهم ونخليهم يرتاحوا شي شويه قبل ما نبدا. عندي الحشوه اللي صايبت بالكفته والبصله والفلفله، انا غادي ندير فيهم شويه ديال الفرماج كيف قلنا في الاول. فطائر محشوه بالكفته والفرماج، غنديروا فيه موتزاريلا تشيز. نبداو ناخذ الاولى، غادي نورقوا المسمنه ديالنا بحال الشكل ديال البيضه بحال هكا، وغادي تبقى غدا وكتكبر. غاديش نديروها سيركل، غادي نديروها بحال هكا بحال الشكل ديال البيضه، تعطيوها الخاطر باش ما تقطعش. غادي نجيب الموس وغادي نقطعها بحال هذا الشكل. غادي نخلي الوسط اللي غادي ندير فيه الحشوه، غادي نجي هنا وغادي نقطع بحال هكا، كذلك غنقطع بحال هكا. نجي عاود هنايا ندير نفس التقطيعه هكا، فوالا. دابا غادي ندير الحشوه هنايا هذا المربع التحتاني، هذه احسن طريقه باش كتلف عليها العجين وما تقبش لينا وما تخرجش من جناب. غادي ندير شويه الفرماج نغطيها بهاد العجينه ونعاود نغطي بهادي ونجيبها لهنايا نغطيها بهادي فوق منها هادي ونجيبها هنايا ندير هكا هكا. اي فوالا، دابا عندنا مسمنه او فطيره محشيه بالحشوه ديالها وما نخافوش عليها تقب او تخرج من جناب. غادي نحطوها ترتاح ونصايبو وحده اخرى. نبداو نطيبو، نبداو بالأولى. هكا كيجي الطياب ديالهم ساهل لانك تشوفيهم قدامك وكديري ليهم نفس القياس. غادي نقلبوها، واخا باقا ما طابش غنبقاو نقلبوها نقلبوها حتى تطيب عادي بحال كنطيبو اي مسمن. ما حدو كتدخل معاه السخونيه كيبدا يتنفخ. نعاودو نقلبوه، نبقاو نقلبوه، إلا جاتنا العافية من جدا نقصو شوية. المسمن ديالنا تقريبا كلو جاف، هادو الآخرين كيجي هكايا. مع الكفتة وفروماج غادي يعجبكم بزاف مع الشاي. أتمنى تعجبكم الفكرة وتجربوها.
شكرا على المشاهده.